مساء الخير بهالذكرى المميزة، ذكرى 25 سنة على تأسيس الام تي في. برحب فيكم بحلقة جديدة من سكور. اليوم رح نحكي فيها عن أبطال ناشئين من لبنان، إن شاء الله منال ل 25 سنة يقدروا يحققوا هني وغيرهم نتائج وبطولات كبرى للبنان. وأيضا بدنا نحكي عن أهم حدثين كانوا عم بيصيروا الأسبوع الماضي، انسحاب في دبليو من بطولة العالم للراليات واحتلال الأندية مرة صدارة الترتيب العالمي للتنس. مساء الخير داني حنا. مساء الخير. نحن وياك بالطبع رح نحكي عن المفاجأة الأكبر، انسحاب في دبليو بطلة العالم للراليات من هذه البطولة. بطولة العالم للراليات من البطولة. هلا بدنا نحكي عن الأسباب. كارل مسعد مساء الخير. مساء الخير. أنت من أبطال العالم أيضا برياضة الكارتينج، كنت عم بتشارك ب 2015-2016 بوحدة من أهم الأحداث اللي كانت عم تصير بلومان، والأسبوع الماضي ربحت أيضا بطولة لبنان. صح. ويمكن أنا لأول مرة، وأنتم بتعرفوا كثير منيح إنه ما بحياتي بقول عن واحد إنه ممكن نشوفه كأمل كبير بعالم الفورمولا 1، أنت واحد من هالأسماء. ثانك يو. تريسي خيات مساء الخير. مساء الخير. تريسي أنت أيضا من الأمال الكبيرة بلبنان بعالم الرياضة وتحديدا بالهاف أيرون مان أو أيرون مان بالرياضة. أنت عم تنافسي بمنافسات كثير كثير صعبة، بتمنى لك التوفيق لو بتقدر حول الموضوع رغم إنك لسه شوي بفشل. فبدنا نحكي عن آخر مسابقة كانت فيها واحتليتي فيها الكاس، هي كانت رياضة أو أيرون مان؟ أيرون مان بفئته 18-24. إذا بدك أيرون مان، كان بيقول داني إنه في تميز عن الحلقة إنه أنا أيرون مان، مش أيرون مان، هي مسابقة اسمها أيرون مان. في رجال واسية، على سيدة قد المسافة بتكون؟ ذات الشيء للسيدات والرجال. أها. هي تخياتلون بس تجي المسافة 1.9 swimming 90 كيلومتر cycling و 21 كيلومتر running. سو هيدا هي. وانت عم تقدر تحقق هالنتائج كلها سوا، بس عم بتلاقي مطارح تتعملي كل هالمسافات بلبنان خاصة سايكلينج؟ يعني في انه قليل المحلات، يعني في بفريا، في بالجبال. عم تقدر تطلع تعمليهم. يلا برافو داني. فإذا بدنا نحكي نحن وياك بداية قبل ما ننتقل لكارل وتريسي مجددا عن الحدث الأبرز، لماذا في دبليو أو شركة فولز فاجن انسحبت من هذه البطولة رغم أنه العملاق الألماني يعتبر من الأكبر على مستوى تصنيع سيارات في العالم؟ صح. لأنه عنده اسم الله، يعني ما رح نعد شو عنده، مجموعة كبيرة من العلامات التجارية مثل ما بقولوا. لا شك أنه اللي عم بتابعوا الأحداث ومنغمسين بالأمور تلقوا الخبر، له خلفيات مهمة كتير. هو قبل بسنة نحن بنعرف الفضيحة اللي طالت سيارات فولكس فاجن بأرجاء انبعاثات الديزل اللي حطوا سوفت وير بيقدر يخفف لك من هالانبعاثات. تم كشف الأمر، بالطبع فولكس فاجن اعترفت انه هي اخطأت. هذا طبعا خطأ فادح، اعطت السوق تقريبا 11 مليون سيارة مختلفة في العالم. بكاليفورنيا اخذت القرار اللي يعتبر قرار اهم قرار تاريخ المحاكم، والاسوء تاريخ الشركة. هو كان قرار بين فولكس فاجن بين الحكومة الأمريكية بين حكومة كاليفورنيا على أن يدفعوا تعويضات بلغت 13.5 مليار. هذا مبلغ كبير بالنسبة لمجموعة فولكس فاجن. طبعا الأسوء صورة سيئة اللي ظهرت فيها فولكس فاجن، لدرجة انه صرنا نشوف في تويتر والمواقع التواصل الاجتماعي دغري بيستلموا الخبرية وصرنا نشوف اشياء وبضخموها على الدخان الابيض. واجا قرار فولكس فاجن بعد بجمعه من قرار كمان مهم كثير، يمكن شوي الاعلام ما ارخى الظل عليه، هو انسحاب فريق اودي من بطوله العالم للتحمل لسباقات تحمل دبليو اي سي. اودي اعلنت انسحابها مع انه كانت عريقه جدا في هذا النطاق، فايزه بلومون 13 مره، سيطرت على عالم التحمل من عام 2000 لما رجعوا. بس اودي كان قرارها انه هي بعتقد هن يمكن اذا ماني غلطان هن اول مره بيربحوا مع موتور ديزل. مزبوط صح. وهن قرروا انه هلا يفلوا من بطوله العالم للتحمل لا يهتموا بالفورمولا اي. فورمولا اي اللي هي الكهرباء، سيارات الكهرباء اللي هي سيارات المستقبل. سيارات المستقبل. شفنا كمان وصول جاكوار السنه، مرسيدس اعلنت انه سنت جاي بدها تفوت على البطولة. نعرف نحن السيارات الكهربائية هي مستقبل العالم، بديل الطاقة يلي يعتبر حاليا عم بتلوث. وهيدي البطولة هي بطولة، بس ما بيمشوا السيارات بلبنان، بدك محل تشرجهم، ما في كهرباء، ما في كهرباء. والبطولة الفورمولا اي هي بطولة مدن، هي المدن بتستقبلها مش حلبات. وكل المدن اللي بتفضل عدم التلوث السمعي، لانه نحن بنعرف الموتور الكهربائي ما بيصدر كثير اصوات، وبتفضل عدم التلوث البيئي بتستقبل هالبطولة. وبهذا المجال انا هون بصرخ صوت بقول خلي الدول العربية
تستقبل كمان كان لبنان او الامارات او قطر. الامارات اكيد رح يسابقوا الامارات في مشروع سنتجي لانه مروج بطوله اجاك قال انه صار دخل بمحادثات علينا حتى تستقبلوا البطوله السنه. حتى اذا بدنا نحكي عن قصه انسحاب بطولتكم نقطع عنا هلا بنحكي عنها. خلينا نحكي عن كارل وناخذ رايك حضرتك اضريف هذه الامور. كارل خبرنا عن نجاحك بسنه 2019 بطوله لبنان وايضا بطوله العالم على كاس الجيمان حليت المركز الخامس. اكيد في حماسك اكثر خاصه ما بعرف عندك تجربه موجود ببيروت تيكون الى جنبك. هذيك السنة بلشت بطولة لبنان، هالسنة ربحتها، صرت سوبر شيفتر بـ RPM تراك، وصار لي جمعتين عم بعمل تريننج مع سايمون فيتشيت، كان يعمل تريننج مع ديفيد كولتارد بالـ F1 وسيرجيو بيريز بالـ F1، بعدها كانوا كتير فتنس كرمال تكمل بسباقات بعد الكارتينج. هلا قديه جي تبعك أنت؟ جي فورس تبعك؟ 3 اها بدك تشتغل كثير يعني على الوضع. فهون عم نشوف صور لك بالبطولات هذه. وين الصور ببيروت ولا لا؟ هيدا بعتقد بفرنسا بلومان. جيت خامس من 36. طيب المنافسه كانت مع مين؟ كم دوله كانت عم بتشارك؟ بعتقد اكثر من 10 دول. كان في 40 دوله؟ ايش؟ من توتال كان في 450 بكل الفئات البطوله، بس بماي كاتيجوري كان في 36. وانت احتلت على المركز الخامس، وبالتالي يعني صرت قريب جدا انه تكون من النخبه اذا فينا نقول بعالم السائقين الناشئين. وبالتالي هالامل يعني للاسف ما بعرف هون كيف بدنا نحكي داني حول الموضوع. كار ما لازم يضل بلبنان. يعني طبعا لانه هني اصلا كل السيئين اللي بدهم يعملوا الكارير. لا بدنا نعمل بطل عالم بالفورمولا 1 ما بنقعد ببيروت مثل ما غيرنا بيعمل مؤتمرات وبيطلع وبينزل وبيحكوا كانه شاطرين بالحكي. لا كارل وبيو هي معروفه كل ابطال العالم او كل السيئين اللي بيحلموا يوصلوا على الفورمولا 1 بيتركوا بلادهم وبروحوا على اوروبا، لانه اوروبا او تحديدا يوكي لانه هي جامعه كل شيء، جامعه على صناعه السيارات، بتلاقيهم بمنطقه معينه كل موجودين. يعني الفرصه الحلوه انك ما بتسقطوا تعمل كارتينج شايفين وانا بتذكر انا بروح حاطين احسن صغار، يعني كان الجيل اللي عنا جيل كثير حلو بالكارتينج فعلا. كان كارل بلو مان كانوا تسعه، كان في فريق زي كبير يعني كارل من الجيل بعتقد كان ماتياس نجام باتريك نجام اللي عم نشوف هلا بالبلديات ببطوله فيهم كان في شغل كثير صح في بيت خنايسير كمان شباب من بيت خنايسير في يعني هي الكارتينج هي مثل ما بقولوا مدرسه السايق هو اللي بيتعلم حيث بيتعلم اللاينات مزبوط تا يتحول على بعدين البطوله الاخرى هي اللي بده يطلع فيها لبرا هي المدرسه اللي بتخرج السايق ليروح على الفورمولا 1 وانا بعتقد كارل هلا بخبرك عمل فورمولا 4 يلي هي ستيب دغري بتجي بعد الكارتينج حتى يفوت على البطولات الكبرى. الفورمولا 4 سنت جاي رح تعملها صح وين؟ بإنجلند. بإنجلند. Yeah. وبالتالي كمان المدرسة رح بتكون هونيك. فلهلا شو عم نعمل؟ إنه عم نحضر كفتنس وتستنج، عم نسافر كل شهر مرة، كرمال نعمل تستنج مع غير فرق تشوف أي فريق بدي يسوق معه السنة الجاية. لهلا صرنا مع فريقين، في فريقين وفي ثلاث يعني كم شخص رح يكون في من معك بالإكيب؟ اثنين. فريق مألف من سيارتين طيب حظوظك بالتأهل من بعدها للبطولات الأكبر رح بخليك يكون عندك أمل أنه تصير بطل العالم في هذه الرياضات، وربما إذا في سبونسر، لأن نحن نعرف بالفورمولا 1 بدك سبونسر. هل هذا هو الخط يلي بدك تمشي فيه؟ إيه أكيد. لك هو إذا بتعمل هل الانسبيريشن تبعك اليوم؟ FIA عملت فورمولا 4 بعد الكارتينج، بعد الفورمولا 4 في F3 يوروبيان، بعدين جي بي 2، بعدين F1. وإذا كله بيمشي نشوف شو. سو يونيت 3-4 مواسم تا يمشي حالك. إذا كلهم إذا بتربحهم كلهم فيك تطلع. ساعتها بنشوف سيء لبناني من جزر لبنانيين، نحن عندنا بالفورمولا 1 فيليبي ناصر وعندنا روبرتو مرعي. وفي اسم ثاني وفي عندنا روبرتو مرعي وفي عندنا كمان بيت بيلعبوا بالإندي برازيلية الشباب. صح كنعان. كنعان وفي رحال كمان وفي كثير انت بتجي رح تبني لبنان؟ لا انا بدنا لبنان وبتنتهي الرياضة. طيب السنة في شيء نشاط رح تعمل شيء على العيد؟ بعد في نشاط رح انزل 42 معتم معتم وغيره ارمان سنت جاي طيب على الاسئلة في شيء نشاط؟ لا بركي رح يكون في بس انا مش حتى حياخد جنبها لسمبر لسمبر ومن ما بتعرف تعملي بس الفكرة انه اللي بيعمل هالنوع من المسابقات بده يكون شوي مليان اكثر او فت اكثر ولا لا؟ هو اندورنس بالعكس كل ما تكون اضعف كل ما تكون اسرع كل ما تكوني اسرع خاصه على البيسيكلات صح؟ وركض كمان زيت الشيء. فاذا نحن بنتوقع منك شيء مشاركات اجنبيه او خارجيه بعام 2017؟ اذا دبرت سبونسر عم فكر اعمل فول ايرون مان سنتج وين؟
وين حيكون في كذا؟ في فينا في بكل فيك بكل البلدان. بمرحلة من مراحل كأس العالم. لا ما لا. سبع عادة. It's international race. Ironman. أوكي. يعني الأبطال الجداد يعني هيك هذه كلها مبادرات بعتقد مبادرات فردية أو العائلة بتوقف وراهم وهني اللي بيقدروا يحققوا هذه النتائج. فإذا هلا رح نتوقف مع بريك بنرجع معكم بالقسم الثاني لنحكي أكثر حول المواضيع الرياضية اللي لها علاقة بالكارتينج بالأيرون مان ترياتلون وبالطبع أيضا تنس وفوتبول. Chosen you to lead a highly classified mission. This is essential. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور لهالليله الليله المميزه بعيد الام تي في تنحكي اكثر مع كارل حول الفرق اللي شاركت معه واللي رح بتشارك معه تريسي عن ابرز سبونسرز عندك وايضا معك داني بدنا نحكي عن اندي ماري ونتيجه المنيحه اللي قدرنا نحققها وايضا بدنا نشوف ريبورتاج عن صديقنا ماكسيم شاي اليوم رايح يقطع الربع الخالي صح عبر دراجه هوائيه فاذا مين ابرز الفرق كارل اللي قدرت انه تحقق معه نتائج لهلا وفي ثلاث فرق من أحسن فرق تبع فورمولا 4 UK لهلا جربت اثنين وهن فورتك ورايكنن تيم وبعد شهر هجرب كارلين هن كمان بيعملوا مع يعني معروفين جدا ولا ايه معروفين كتير هن اجوا أول تاني ورابع بفورمولا 4 هذيك السنة فمن نجربوا نشوف أي فريق منها إيه لسنة جاية طب وقت كنت بيلو مع أي فريق كنت؟ كنت مع فريق اسمه EGP ذا بلجن تيم وعملت معهم هذيك السنة كمان. وبالتالي كل الفرق أجنبية يعني اليوم حتى ببطولة لبنان المشاركة مع مين عم بتكون؟ السيارة مين عم بحضر لك إياها ببيروت؟ هن من RPM. RPM. عم بتكون إلى جنبهم وعم بتحقق هذه النتائج. طيب ليه إذا عندك حلم هلا بدك تحققه بعام 2017 شو هو؟ أربح الفورمولا 4 تشامبيونشيب. عملت تيست فإذا مرتين بس لهلا مع الفريقين شو كانت النتيجة؟ كان بدنا هنا اعمل كونتراكت معهم السنة الجاية دغري بس دغري قالوا لنا انه وقتك كثير منيح وبدنا نجرب بعد فريق تنشوف انا شو مرتاح مع اي واحد ترتاح اكثر البطولة ايمتى بتبلش؟ السنة الجاية ايه ايمتى باي شهر؟ اوغست اوغست وانت تريسي مين ابرز السبونسرز عندك او مين الداعم الاكبر لك؟ غير انت كان عندي داعم واحد فيرست ام اي سي جي بارت اوف فيرست ناشونال بانك بحب اشكرهم وفي كمان كوتش تبعي اسمه جاكومو جوفيناليو بدي اشكره كمان ايه اكيد لانه عم بيتعبوا معك تقدر تحقق لا هو كوتش واحد تلياني وعايش بلبنان كمان كان هلا بطل اوكي وداني فاذا الشباب هيك محمسين برأيك أنت هالحماس اللي عندهم رح يقدروا ينفذوه على أرض الواقع بلبنان أنهم مضطرين هيك يعني حكينا يمشوا. بلبنان أكيد لأنه بدنا نحكي عن حماس آخر هو أندي مرأي أندي مرأي بلبنان أكيد يعني ببلش الخطوة الأولى واللي حكيناها هي الكارتينج تقدر يطلع على برا ويسابق واكيد كارل بخبرك انه حتى برا سيستم السباقات برا تف اكثر من لبنان يعني الكونتاكتس مسموح اكثر لما بيكون في عندك 40 50 درايفر على الجريد غير ما عندنا نحن هون الستيل تبعنا اللي بيكونوا الاهل موجودين بخافوا على الاولاد وبيطلبوا اكثر شيء سيفتي تكون بس اكيد انا بتمنى لكارل لكل الدرايفريه بلبنان انه سبونسر مهم كثير هالشركات الكبيره الموجوده بلبنان تتطلع بهالشباب هون كمان كنت بدي افتح موضوع سريع عم قطعتك على الموضوع انه نحن البطولات الكبرى هل بعد منطقه الشرق الاوسط هي هيك بعدها اتراكتيف اذا بدنا نقول
لهالبطولات الكبرى تتجه، لان نحن بنعرف انه بده يجي يعمل عندك جوله بده يكون في مردود اقتصادي، في ناس بتشتري السياره، في مبيعات، ارقام قياسيه وخياليه. اليوم بظل كل هذه الازمات بمنطقه الشرق الاوسط، بعد فينا نحكي عن رياضه ميكانيكيه؟ لا اكيد فيك تحكي، لانه اذا بدنا نطلع على الحلبات اللي عندنا مثل ابو ظبي، مثل البحرين، مثل بقطر، عندنا لوسيل، عم نلاقي كل الايفنتات. يعني لوسيل بدها تستضيف بعد فتره جوله من بطوله العالم للسيارات السياحيه دبليو سي سي، عم نشوف ابو ظبي فورمولا 1، عم نشوف البحرين كانت سباقه للفورمولا 1 كمان، وعم نشوف كثير بطولات عم تيجي تزور، مثل ما حكينا الفورمولا اي، المروج تبع الفورمولا اي طلب انه يجي يزور الميدل ايست. لا الميدل ايست اكيد الشرق الاوسط، حتى الفورمولا 4 اللي كارل هلا عم بيروح، صار عندنا فورمولا 4 بالمنطقه بالامارات، بطوله الامارات لسباقات الفورمولا 4 باداره. على كل حال رح نتابعه لكارل البطوله، ربما رح ننقل المباريات والسباقات لايف عبر الام تي في لنشوف نحن وياه كيف رح نقدر نشتغل حول يعني هذا الموضوع. عم نكون السباقين بكل دوله معينات تكون تستقطب البطوله اللي عم نشوفها المهمه. محمد بن سلايم شاف هذه الخطوه، جاب الفورمولا 4 على الامارات، هي موجوده حاليا، عملوا جوله تجريبيه، انا رحت حضرتها بابو ظبي، على امل جمعه الجاي انطلاق الجوله الرسميه الاولى على دبي اوتودروم. طيب خلينا نحكي عن اندي ماري. اندي ماري ما حدا ببدايه الموسم، وهون اكيد هذا كلام موجه لكم، كان بيتوقع انه اندي ماري او اي شخص اخر يكسر هيمنه الصربي نوفاك جوكوفيتش، يلي يعني اقصى اثنين، اقصى السويسري روجر فيدرير والاسباني رافائيل نادال. اجى دوره، يعني اجى دوره اندي ماري من الاشخاص اللي نطروا كثير، يعني اشا كان اسونتور ولاقى ومحبوب كثير، وانا فعلا من اول ما بلشت كنت احب له مسيرته وقعد اتفرج عليه، كنت اقول هذا رجل مش محظوظ. ما ننسى كلنا انه وصل على اربع نهائيات جران شلم وخسرهم الاربعه، يعني هيدي قد ايه نفسيا بتاثر على الرياضي. هو مش محظوظ او اذا بدك ما كان في كوتش، لان كلهم بيقولوا انه ايفان لاندل يلي ساعده. ايفان لاندل انا من ضمن اللي قريته كمان، ايفان لاندل من الاشخاص اللي بيجوا بيعطونا نصايح ومنه الكوتش تبعه، منه المدرب تبعه. تيم هنمان بريطاني السابق اللي طلع رقم واحد حكي عن هذا الموضوع، انه ايفان لاندل مهم بحياه اندي ماري، بس اندي ماري اكتسب الخبره بفضل قوته هو. ومثل ما نادال نطر فيدرير وبعدين جوكوفيتش نطر نادال وفيدرير لزيحو، اكل قتل منيحه بالضبط. اجى هلا ميري اللي نطر كمان، تنشوف تنشوف كيف بده يكون الصراع بيناتهم هلا بين اثنين نمبر 1 بالعالم. صح، بس اكيد بيستحق التعب اللي عمله، وخصوصا انه جوكوفيتش كمان من ناحيه ثانيه في كثير دورات ما شارك فيها وفي كثير دورات ما خسر بوينتس. ما من هيك عم بقول لك، خلينا نشوف بال 2017 كيف رح يكون هو اكثر. اندي ماري اكثر شخص بيطلع مركز ثاني بالتصنيف بال 2009، وبعد 2016 طلع اول، يعني الست سنين قد ايه نطر ولا. خلينا نشوف ريبورتاج عن صديقنا مكسيم شعيا يلي كان اطلق سلسله بان ديسيني الاسبوع الماضي بالتعاون مع بنك اودي. حدث ثقافي رياضي مميز استضافه مقر بنك اودي الرئيسي بوسط بيروت بحضور النائب السيدي بهية الحريري ووزير الثقافة روني ريجي والوزير السابق زياد بارود وعدد كبير من مدراء بنك اودي وشخصيات رياضية واجتماعية بارزة، حيث قدمت دار النشر الشهيرة أنطوان عشات كتاب البان ديسيني المنتظر ماكسيموم ماكس اللي بيحكي عن مغامرات البطل اللبناني مكسيم شعيا بمختلف أنحاء العالم. دائما بقول القمة هي نص المشوار، هالكتاب هو قمة، لأنه صدقني فريق عمل كبير اشتغل لسنتين أو أكثر تنحققه، بس المهم أنه نكفي. أنا بتمنى أنه مع توني ومع كل فريق العمل نقدر نطلع بكتاب كل سنة حتى نحفز هالشباب إذا كان بلبنان أو بالمنطقة ككل، أنه لكل امرئ قمة إيفرست يتسلقها. ضروري شبابنا بالرغم من يلي عم بصير حواليهم يحددوا شو هي قمتهم ويتسلقوها. هيدا الشيء أنا يعني حبي الأول مثل ما قلت ودرسته بالجامعة وبعدت عنه بسبب التمثيل يمكن والمسرح وهيك، بآخر فترة خلاص ما عاد فيه، يعني بدي أرجع أرسم. وسمعت بالمشروع اللي قام فيه مكسيم شعيا أنه بدون يعملوا سلسلة عن مغامراته وهيك، وأنا يعني هيدا الشيء بعشقه، يعني البان ديسيني. إشارة أنه الكتاب صار موجود بالأسواق ورح يكون هدية مميزة للأولاد والكبار بفترة الأعياد المقبلة بزمن الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي اللي عم تسيطر للأسف على مجتمعنا. ثاني وقت يرجع مكسيم من ربع الخيالي، ما بعرف كيف بدها تكون القصه.
يعني رح يلاقي يعني. فعلا ماكسيم على طول بلاقي تحديات مخيفه، وماكسيم من المشاريع اللي كنا عندنا بمجال سبورتو اطلاع عليه، لانه زارنا بمكاتبنا وحكينا على المشروع اللي انه بده يقطع ربع خالي وبطريقه نظيفه، يعني اللي اكل اللي بياكله بيزرعه بحطه بالرمل بالصحراء بطمه بياخذ جي بي اس بوينت بيرجع هو راجع، لانه بيقطع عليه وريتور بيرجع بيشيله معه كله، يعني تيكون حتى الرحله بقيا من انظف الرحلات. وانا اذا بقدر اسميه ماد ماكس، يعني مثل مش ماكسيم ماكس، ماد ماكس صار اسمه ماكسيموم ماكس. ماكسيموم ماكس هلا بنتمنى له التوفيق ان شاء الله. انت كمان ايضا وتريسي هيك يصير في عنا من بعد ما تصير بطل عالم للفورمولا 1 نعمل رسوم متحركه ونحكي عن مسيرتك الطويله والسباقات اللي رح تحقق فيها نجاحات. برايك انت شو هو الاتول اكبر بالنسبه لك؟ يعني شو هي القوه الاساسيه عندك؟ أكتر سرعتك بفتكر براكتس، أكتر ما أعمل براكتس بصير أسرع، وماي لوف تو ذا سبورت الشغف تبعك وحبك لهالرياضة بتخليك تصير أسرع. وأنت تريسي القوة الشغف ولا التمرين اللي عم بخليك تكوني بطلة؟ I think it's mental. Mental. يعني ليه